ركنية كرة ثابتة لعبها المتخصص سليم اللاعب نعم أحمد حاج محمد ممتاز وصلت إلى أحمد حاج محمد. يعني هذه الأهداف اختصاص حطيني بحث يعني مثل هذه الأهداف شاهدناها سابقا عند سيد بيازين عند عارف الآغا أحمد حاج محمد وفرحة أنصار حطين طبعا من حقهم هدف جميل كان فعلا نعم. والركنية الوحيدة كانت ليس المهم أن تسيطر على مجريات المباراة لكن المهم أن تعرف كيف تسجل. فريق حطين حقيقة استفاد من ركلة ركنية لاعب أركان مبيض بطريقة جميلة جدا لمنطقة الجزاء وصلت إلى اللاعب أحمد حاج محمد أحمد حاج محمد أصلح الكرة نفسه لعب الحقيقة كرة بطريقة دبل كيك طريقة المقص الكرة الخلفية دخلت المرمى عن طريق اللاعب أحمد نشوف الكرة الجميلة جدا لعبها بقدمه اليمنى ودخلت عن يمين الحارس إشفان أوسي. لكن الحقيقة يعني فريق الطين اليوم عم يلعب بحذر كبير داخل الملعب يعني عم يلعب بأعصاب مشدود يعني ما هذا فريق الطين يعني وحده اللاعب إيمانويل في خط الهجوم كان عم يتحرك بشكل جيد عم يتحرك بدون كرة سيد بيزيد في نشاط إشغال